طبعا بعد القطع اللي كانت من 3 أيام على القناة وما ننزل فيها أي شيء بشكل منتظم، طبعا بدي أعتذر عن هذا الشيء وأتشكر كل شخص بعت لي على الديسكورد وعلى التعليقات الفيديو الماضي. الشيء والله العظيم بحفز جدا إنه الواحد يقوم ويشتغل على كل الفيديوهات على اليوتيوب وما يترك كل يوم إلا ما ينزل فيه فيديو. طبعا بتشكركم كلياتكم ولكل شخص سأل على موضوع الكورونا اللي كان معي، الحمد لله موضوع عدى هيك بخير وكان بسيط جدا والحمد لله عدينا منه والفضل لله، والله لا يضر أي حدا منكم وديروا بالكم وخذوا بالكم من أي شيء أو مكان أو مواصلات عامة بتروحوا له. ان شاء الله الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن اكثر 5 أشياء ممكن تصير معنا في فورتنايت واشياء ممكن تصدمك منا فيلم جديد تبع فورتنايت اللي قادم معنا وحسب سكنات الابطال الخارقين. وطبعا بدنا نحكي عن مشكله ايبك جيمز وفورتنايت يلي صار لها اكثر من سنه ولحد هلا ما انحل الموضوع. فكود دعم بالاتم شوب نيموتس على زار امامكم بتشكركم على الدعم فيه، واكثر من 97% ما عم يشتركوا عندي بالقناه. فاذا انت اول مره عند تشاهد الفيديو على القناه اشترك، لا تخاف لا حدا تكهرب ولا حينضرب موبايلك، بالعكس رح تكون دعمتني جدا. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الأرضية وفيديو جديد. اول شيء قبل ما نفوت بالموضوع والخمس اخبار اللي معنا، حابب اقولكم على شغله. بمجرد ما نوصل 20,000، هلا حاليا صفيان شيء 600 شخص ونوصل 20,000، مجرد ما نوصل 20,000 ان شاء الله رح يكون في بث مباشر على اليوتيوب ووقت رح يكون ممتاز جدا للجميع وكل الناس رح تكون فاتحه. رح يكون في سيرفرات خاصه ان شاء الله بشكل اسبوعي او كل 8 ايام رح يكون في سيرفرات خاصه نلعبها مع بعض على سولو نلعب، وان شاء الله رح يكون السيرفر على $5 او ممكن نعمل سيرفرين كل واحد على $5 لشخصين بالسولو بنلعبها مع بعض وبننبسط ومن سولف مع بعض. فبدنا نوصل 20,000 ان شاء الله نبلش هيك موضوع جديد ونبلش نفوت باشياء الجيف اواي والسيرفر الخاص على البث المباشر. وخلينا هلا مع بعض ننتقل للخبر الاول. الخبر الاول اللي حيكون اللي هو شركه ايبك جيمز الشغاله على انتاج فيلم فورتنايت ضخم جدا وبميزانيه ضخمه جدا. الموضوع هذا كان موجود معنا من ايام الشابتر الاول، ولكن الشركه قررت تاجل الفيلم بعد اطلاق المحرك الجديد اللي هو الانريل انجن 5. وبعدها الشركه بايام الاخيره قررت تشغل عليه بالمحرك الجديد وتشتغل على فيلم جديد بميزانيه ضخمة بما يقارب $100 مليون، رح يكون عن بطل وبطلة من اساطير السومرية القديمة طبعا، يلي بذكرنا بشيء مثل مايدس وقت كان معنا بالسيزون القديم، وكان معنا مايدس والحضارة اليونانية واي شيء بلمسه بيتحول لذهب. فشركة فورتنايت دخلت بهالمواضيع بشكل معمق جدا، ورح يكون الفيلم عبارة عن انيميشن شبيه جدا بافلام ديزني، يعني مثل افلام ديزني اللي كلياتنا بنشوفها، رح يكون شبيه جدا الفيلم لإله، ورح يكون في شخصيات من داخل لعبة فورتنايت، اهمها رح تكون طبعا شخصية جونيسي المعروف بستيف اللي هو حارس الزيرو بوينت. فشو رايك بهيك مشروع؟ هل ممكن يكون شيء حلو اسطوري ولا لا؟ انا برايي شايف الموضوع رح يكون اسطوري جدا والفيلم رح يجيب ايرادات بشكل ضخم كبيره. والشيء الثاني اللي معنا اللي هو السجين اللي هارب من ايام السيزون الثاني. طبعا هذا الموضوع مو كلياتكم بتتذكروه او مو كل الناس بتتذكر هيك شيء. هذا الشيء عباره عن ايام ذا شارك، وقت كان في تحديث من الفترات الماضيه ايام السيزون الثاني تقريبا، نزل تحديث حول منطقه ذا شارك من منطقه عاديه لمنطقه سجن. طبعا كلياتكم بتتسالوا انه شو الموضوع يعني واذا السجن يعني، ولكن الموضوع الكبير اللي كان معنا انه كان في زنزانه خارج منها سجين بطريقه غريبه او طريقه غير شرعيه مثل ما بسموها، فاجر الحيط وطالع من ورا الحيط. بهالغرفة بالتحديد كان في فتحة من ورا، ومن ورا كان في هربان سجين، وهذا السجين كان معنا من ايام السيزون الثالث وحاليا معنا طلع بالسيزون الخامس، او بتقدر تقول من السيزون الثاني وطلع بالسيزون الخامس، وكان البوت اللي ببيع الاسلحة المتفجرة المتواجدة بالجزيرة اللي هو موجود لوحده فوق على اليمين. وطلع الموضوع التحقيقات تبعت انه ممكن يكون وحش وممكن يكون مايدس وهالقصص هي كلياتها اللي احنا بنتذكرها. طلع الموضوع كلياته خربان والموضوع كلياته عبارة عن سكين، وهذا السكين عبارة عن بوت موجود ببيعك أسلحة. فهل اشتريت منه أسلحة قبل هيك ولا لا؟
والخبر الثالث اللي معنا اللي هو عن سكن الابطال الخارقين. كلياتكم تعرفوا سكنات الابطال الخارقين، معظم الستريمر واليوتيوبر متضايقين جدا من هذا السكن، واول النينجا اللي اكثر شيء تكلم عن هذا الموضوع وهذا يفكفك للصبح الستريم تبعه ويحكي كلام طالع نازل لما واجه سكن هو وياه وما شافه وقدر يجيبه. فالشركه حكت عن هذا الموضوع كثير، وكثير ناس حكت معه كستريمر ويوتيوبر، ولكن الشركه واخيرا ردت معنا، وبالتحديث القادم ان شاء الله اللي هو بيكون برقم 15.30 او 15.31 رح يتم ابطال ميزه السكنات الخارقه باللون الواحد. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام لو انت بتملك احد السكنات الخارقه اللي صاير امامك ما عاد تقدر تعمله لون موحد، يعني ما عاد تقدر تعمله لا لون ابيض ولا لون ازرق ولا لون اسود، ما عاد تقدر تعمله لون موحد، لازم تعمله لونين عباره عن لونين مقسومين، والالوان رح تكونوا مختارين وانت بس تختار من بيناتهم. طيب يا نيمو، انا مثلا هذا الموضوع ما عجبني والسكن دافع حقه 1800 في باكس. الموضوع كتير بسيط، بعد التحديث اللي رح ينزل معنا ان شاء الله رح يكون في عندك خاصيه انك انت ترجع السكن خلال 30 يوم. لو مو عاجبك التحديث تبع هذا السكن بتقدر ترجع السكن من الخانه تبع الايتم شوب بشكل طبيعي جدا مباشره بعد ما ينزل هذا التحديث. فانت اكتب لي بالتعليقات هل هذا الموضوع عجبك ولا لا مع ابطال هيك لون، وهل رح ترجع السكن لو بتملكه ولا لا. والخبر الرابع يلي معنا ما قبل الاخير عن سكن ترافيس سكوت يلي كل الناس بتطلبه. بتحديث 15.21 نزل معنا داخل ملفات اللعبة وتحديث النظام للايتم شوب، كان في بداخله اكواد خاصة بسكن ترافيس سكوت. معناته هذا الكلام انه السكن لح ينزل، وانا حكيت بالتسريبات وفيديو التسريبات تبع 15.21 انه سكن ترافيس سكوت موجود معنا داخل الايتم شوب، ولكن لحد هلا مو متفعل وما حدا بيعرف امتى رح ينزل السكن. فمشان هيك بشهر فبراير اللي احنا حاليا فيه، شهر 2 اللي ان شاء الله هلا رح ننتقل عليه بعد بيوم من تسجيل هذا المقطع، رح يكون ان شاء الله هيك وصل له تقريبا ما يقارب السنه سكن ترافيس سكوت لا نزل لا هو ولا الرقصه تبعه، والحدث تبعه اللي كان من اعظم الايفنتات الموجوده معنا في فورتنايت بيكون صار له سنه، فممكن ينزل معنا بهي الفتره خلال هذا الشهر. فمتى بتتوقع خلال شهر فبراير ننزل معنا سكن ترافيس سكوت؟ هل ممكن ينزل خلال الحفل تبعه ايام الحفل ولا قبل ولا بعد؟ اكتب لي بالتعليقات. والخبر الاخير اللي معنا اللي هي مشكله بين شركه ايبك جيمز وشركه ابل. كل الناس بتعرف عن مشكله شركه ابل وشركه ايبك جيمز يلي خلت ابل تتسارع بسرعه بحذف لعبتها من عن جميع المتاجر تبع اب ستور وعن المطورين تبعاتها، والحسابات تبعات المطورين كلياتهم تم حذفهم من سيرفرات شركه ابل واي او اس. والموضوع كان مقترح انه ينحل خلال الاشهر الاربعه الاولى من السنه الجديده اللي هي 2021 اللي احنا فيها، بس شركه ايبك جيمز مصممه انها تخلي طريقه الشراء داخل اللعبه الغير الضريبيه يلي ان هي عباره عن انك انت تشتري في باكس ولكن شركه ابل ما تاخذ ضريبه يلي هي 20%. فهذا الموضوع اللي كبر براس شركه ايبك جيمز. من اسبوع لحد هلا شركه ايبك جيمز عم ترفع دعوات قضائيه على شركه ابل بمنطقه بريطانيا لاحتكار السوق، وقالت انه لازم ينزل متجر ثاني على اجهزه الايفون والايباد غير مثل تبع الشركه الموجوده اللي هو دائما بتعرفوا الاب ستور تبعهم، لازم ينزل متجر ثاني مشان الاحتكار وهيك الموضوع. فشركه ايبك جيمز عم تكبر اكثر واكثر مشكلتها وما عم تنحل ابدا لحد هاي اللحظه. فشو رايك بالموضوع؟ هل ممكن ينحل خلال هاي السنه ولا لا؟ ولا لسه مطولين ولسه الجلسات لحد هلا ما صارت معنا؟ وبهيك بنكون حكينا عن كل شيء اخبار لفورتنايت حاليا معنا. لو عجبك المقطع لا تنسى اللايك، وشكرا لكم على الدعم الخرافي يا شباب، شكرا لكل شخص سأل على الديسكورد وسأل بالتعليقات على الموضوع اللي كان معي، بتشكركم جدا والله يحمي الجميع وبرعاية الله.